انا ما ادفعش لك كويس. ها انت بتصيع عليا؟ انت بتتكلمش كتير، انت عارف قد ايه انا مستني الاوكازيون دوت، وفي شغل تاني لو عايز تستنى تشتغل ماشي، مش عايز تشتغل تروح تقعد في البياتسا تستنى واحد ياخدك بيدفع لك 30 يورو في العشر ساعات. انا خدمتك كتير بس انت اصلا مش وش خدمه يا دي. ما تخدمنيش، ما حاجتيش باش يكون يخدمني انا. اعطيني تسقه اللي قلت لك عليها وبعد خذها من شهرين. البرميسو دي سجورنا ما حاجتيش بيه، وما نخدمش ستة اشهر بلاش فلوس، فاهم انت؟ انت لو عايز تشتغل انت ما تخبطش كده، لو عايز تشتغل اعطيك 50 يورو في اليوم وتشتغل 9 ساعات، وعلى 300 يورو اللي انت عايزهم تدفعهم لك اخر الاسبوع، وتدفعهم لي على 3 شهور كل شهر 200 يورو، اوكي؟ اعطيني 300 يورو، عندي واحد صاحبي يسلمهم لي برسمك. روح قول لصاحبك بعد ما تشتغل وتدفع البرميسو سجورنا